على المساك ده. ايه يا كابتن؟ ايه يا كابتن؟ يا نهار ابيض. استعدادات اللاعبين مستمرة قبل لحظات من بداية تاني مباراة ليهم. حماس كبير من فرقة السياجي بقيادة كابتن علاء ميهوب، وروح عالية باينة على ملامح لاعبي فريق مدحت فقوسة بقيادة كابتن سمير كمونة. الكل مستني صفارة البداية لتقديم أفضل أداء عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء جديد يجمع ما بين رمزين كبيرين، محمد السياجي ومدحت فقوسة اللي بيقود فريق محمد السياجي علاء ميهوب، واللي بيقود مدحت فقوسة هو سمير كمونة. الماتش بحضور الإعلام الكبير كابتن سيف زاهر. احنا هنعمل بريشر اللي هو الضغط العالي من اول دقيقه نخوفهم زي ما اتفقنا. مش عايز حد يمشي النهارده، عايز شغل ربنا يكرم نكسب وتكملوا كلكم مع بعض. وعيني على الكوره عشان انا شايف الكوره، ونضغط جامد. العب ما تقلقش من حاجه خالص، وحاول تسلم في الرجل بس ما تسلمش حد ولا زحمه. يلا رجاله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء جديد في يوم جديد يهم بالتأكيد يجمع ما بين رمزين كبيرين، محمد السياجي ومدحت فقوسة اللي بيقود فريق محمد السياجي علاء ميهوب، واللي بيقود مدحت فقوسة هو سمير كمونة، وبيعاونه أحمد فرج، وعلاء ميهوب بيعاونه الدكتور وليد سرور. بالأخضر هو فريق السياجي، وبالموف هو فريق مدحت فقوسة. امسك الكرة، قلت لك اربط معاه. مرة تانية مهند مختار بيضغط عليه، ابن دمياط عمل مهارة ابن دمياط المباراة اللي فاتت. يا بيبدأ اللقاء بفترة جس نبض بين الفريقين. الارتباك كان واضح على حارس مرمى وخط دفاع فريق محمد السياجي. ارتباك كان هيكلفهم هدف في الدقائق الأولى للقاء. يلم الكرة أحمد مكي في اليمين، يلعب الكرة في الهجوم، بيعمل تغطية دفاعية. ايه يا كابتن؟ ايه يا كابتن؟ تدخل من اللاعب يونس محمود على مهاجم فريق مدحت فقوسة اتسبب في حصوله على انذار الاول في المباراة. ضغط من فرقة علاء ميهوب، بقى لهم دقيقتين ثلاثة كده في الشوط الاول، مش قادر اقرب من اللعيبة لان الضمة شكلها عملتها معايا واتمزقت في الدبل كيك. اهم حاجة يكون عجبكم بس، فايه انا هتابع من هنا من على الكورة. يلا بينا. الله رجالة. بسيوني ابن الغربية، بسيوني يلعب الكرة حلوة قوي لزياد محمد. زياد بيعدي زياد ابن المنوفية، وياخد فاول زياد. رقم واحد. هجمة من الناحية الشمال لفريق مدحت فقوسة، انطلاقة لزياد محمد يمنعها المدافع محمد بشير بفاول على حدود المنطقة. بيقول له لعب الكرة جوه منطقة الجزاء، هيلعبها وتعدي الدفاع. حلوة معاند مختار الشويحي كان هيفتتح الهدف. احمد عبد العزيز بيرفع اوفر عالمي للاعب مهند مختار، بيقابلها بتسديده قويه فيرست تايم، لكن العارضه تتدخل وتمنع الهدف. يلعب الكوره، الحارس يلم الكوره كويس قوي، عايز يطلع الكوره لقدام، يلعبها كويس، ولكن الحارس دخل بذكاء ويلعب الكرة في خطورة لكن يمسكها بورسعيد. كرة متسقطة داخل منطقة الجزاء، حارس فريق السياجي بيخرج من مرماه ويشتتها بالراس، لكنها بتتلعب مرة تانية من فوقه. غلطة كان ممكن تكلف فريقه استقبال الهدف الأول. هتخطف واحدة ولا ايه؟ أكتر ما أتمناه، يمكن دي بعزة وشك حلو عليا. أحمد عبد العزيز دربكة تروح مرة تانية، يلعب الكرة في اليمين، أحمد مكي تروح عايز يعدي في قلب الدفاع، ولكن يعمل تغطية دفاعية، ممكن يبقى في دربكة، فعلا بقى في دربكة، عايز يلعب الكرة بالعرض لكن الدفاع يتدخل. بس فرقتك يا كابتن قافلة من ورا كويس. كابتن علاء ميهوب مقفل كويس قوي،
وبرضه ضيع جوان وكان عامل فرقه محترمه. هيلعب الكره مهند ايهاب، الحارس ابن بورسعيد يلعب الكره لقدام، وينتهي الشوط الاول بالتعادل بدون اهداف ما بين فريق مدحت فقوسه ومحمد السياجي. هروح لاستراحه قصيره ثم نعود ونلقاكم مع احداث الشوط الثاني. الى اللقاء.